اهلا بحضراتكم من جديد. رائعه جدا هذه الروح العاليه اللي سايده داخل جهاز الكوره مع النادي الاهلي ومع الجمهور. الحقيقه الجمهور رائع جدا كمان في احساسه بالمسؤوليه تجاه الفريق، ورائعه جدا قرايته للمشهد القديم وقد ايه كان الفريق وقع تحت ضغط واسباب كتيره اتاثرت او اثرت في قدراته. الروح الجديده اللي موجوده بين اللعيبه او بين الجهاز وبين حتى الجماهير، الواضح جدا ان احنا فعلا في بدايه متفائله جدا وتدعو للتفاؤل الحقيقي. الانطباعات العامه دي اللي احنا خدناها، هل النقاد الرياضيين اللي حضروا جانب من المؤتمر كان عندهم نفس الراي ولا لا؟ نشوف في هذا التقرير رؤيه نقديه للمؤتمر الاول لمارسيل كولر في الاهلي. بص، انطباعي الاول مارسيل كولر المفروض المدرسه اولا هو يتبع المدرسه السويسريه اللي هي قدمت نجاح حتى لو كان مع فايلر اللي هو ما كانش ليه نصيب انه يكمل، فدي كان منطلق كده اداره النادي او لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب كان ليهم الحرص ان يتم الاستعانه بمدرسه سويسريه ثانيه. كولر اول ما جه اول انطباع، ودي اول حاجه المفروض ناخد بالنا منها، راجل جاي من المطار بدل ما يروح الاوتيل على اساس لسه ثاني يوم عنده يوم طويل هيبقى لقاء مع الكابتن الخطيب ثم قياده تدريب الفريق، ده على طول مباشره جه على النادي، حب يشوف الملعب، يشوف ارضيه الملعب، يشوف الجيم، يشوف الساونا، يجهز كل حاجه شغل. ده دليل بالنسبه لك ويقول لك ان الراجل ده جاي يشتغل، مش جاي يهزر او جاي مثلا يقضي ساعتين التمرين ويمشي. انا بحب نوعيه المدرسه اللي هي بتحب شغل الهارد ورك، يعني انا بحب المدرب اللي بيشتغل بايده، مش بحب اللي هو الكوتش يقول لك انا مثلا كوتش ومعايا الكاست بتاعي. انا بحب النوعيه دي، والنوعيه دي اللي تناسب النادي الاهلي في المرحله اللي احنا فيها اللي محتاجه ان المدرب يشتغل بايده. انا متفائل جدا بالمدرب، خصوصا ان كلامه عقلاني، كلامه مش بيدي طموحات اكبر من الواقع، فانا متفائل بيه جدا وربنا يكرمه ان شاء الله. النادي الاهلي اوعد واوفى، كنا يعني بنقول كمجموعه قريبه من النادي عشنا النادي بكل تفاصيله في جيله، ويمكن جيل اصغر مننا شويه لكنه كبير مقام اعلامي يعني، وعدنا الناس انه لما النادي الاهلي يتكلم يبقى فيه حلقات كثيره سيتم تنفيذها، انه لما الخطيب يخرج في حوار ويقول لدينا ما يجب أن نصوبه، ده ما يحصلش إلا داخل النادي الأهلي. الآن نحو سوق جديد، نحو رفع القيم، مش الأسعار، بمدرب، مدرب منتخب النمسا، والنمسا هو منتخب لمن لا يريد أن يعرف، منتخب أوروبي ممكن يكون مش من التوب 10 في أوروبا لكنه يحمل جينات أوروبية. في الأهلي الصمت هو العمل، مش بس أنه لغة عظماء الأندية، زي بالظبط لما حد يقول ان النادي الاهلي بكل جماهيره الملاك الشرعيين كما قال كاب صالح سليم رحمه الله، هو بيقول احنا الاهلي فوق كلنا احنا، وكانت واقعه للكاب صالح حين فتح يعني القائمه، ولم يرد ان يبعد كل عاشق لتقديم يعني جهده للنادي الاهلي، وبالتالي سميت وقتها القائمه الاهلي فوق الجميع. المؤتمر، الحضور الجماهيري، الحضور الاعلامي طبعا كبير بشكل مميز كعاده كل مؤتمرات النادي الاهلي. الراجل واضح ان هو ما عندوش رسائل كتير عايز يقدمها، الراجل عايز يقدم كل اللي لديه في الملعب، واضح ان هو مش جاي يتكلم، مقتضب قوي في رده في على الاسئله، مش عايز يتكلم غير لما يعرف في الاجواء، وده شيء يحسب له يعني. يعني بيفضل ان هو يعرف الاجواء كويس جدا جدا الاول، ويعرف اللعيبه كويس جدا، ويعرف الظروف العامه في مصر، وواضح ان هو جاي من الضل للنار زي ما بيقولوا، مش ملم بكل الاجواء المحيطه بالظروف، ضغط المباريات في مصر هنا، ظروف الاصابات، اللعيبه بتاع، واضح ان هو لسه ما لمش بكل ده، عشان كده كانت اجاباته كانت مقتضبه جدا جدا. لكن كان عنده بعض الرسائل مهمه جدا، يعني كان شفنا اتكلمنا على طريقه اللعب، قال لك ان طريقه اللعب دي
هنشوفها مع بعض وحسب ظروف الامكانيات اللاعبين مش حسب المنافس. ودي نقطه مهمه جدا تحسب ليه، ان هو قال لك ان انا هشوف هلعب بايه حسب امكانيات لعيبتي مش حسب طريقه اللعب اللي هي بتلعب بيها معظم الانديه. وده شيء يحسب له، انه كان في مدربين كتير جدا بيقول لك انا لسه ما درستش لعب المنافس. لا، انا بشايف ان المدرب الجيد هو اللي بيفرض اداؤه ويفرض خطته على المنافس بتاعه. وده واضح ان دي كانت اول رساله قالها. كمان الرساله كمان لما كلموه على اللاعبين الصاعدين في النادي الاهلي قال ان انا ما بعترفش بعمار سنيه، هشوف كل اللاعبين، ما عنديش حاجه اسمها سن، ما عنديش حاجه اسمها صغير او كبير، الملعب هو الفيصل. ودي برده كانت رساله مهمه جدا.